بيسمع حماقي. أحمد التباع ملك الطريق، طول بعرض بشنب، تريلا منطلقة، إيه اللي وقفه؟ هبة. ناس صاحية. أحمد السقا أكتر واحد ضرب نار في السينما المصرية، نط من فوق كباري، من فوق عربيات، عديت امبارح من قدامه بالصدفة، نط علي أنا شخصياً. بيتكلم لغة الحصنة، العلاقات عملت فيه إيه؟ مأساة. أنت السقا اللي تقول الكلام ده؟ ولما السقا يبكي والدنيا غريبة، إحنا نعمل إيه؟ وبعيداً عن أي حاجة، فكرة إن إحنا جيل سمع أحمد السقا وهو بيغني رومانسي، دي كانت حاجة صعبة علينا كلنا. اتكسرنا. بس أنا مش هسيب حقك يا سقا. ولأننا برنامج توعوي ساخر، هنتكلم النهاردة عن العلاقات، والحلقة دي هتبقى من منظور الرجالة، بني جنسي، إخواتي في الكفاح، والفتحة الوطي وابن الحرام. وعشان كده هنقول بعض الوصايا للستات من وجهة نظر ذكورية بحتة. الستات ما تقلقوش، هنجيب حقكم في حلقة تانية، تمام، من وجهة نظركم برضه، تقرفوناش بقى. احنا كرجالة كائنات بسيطة جدا، كتالوجنا سهل، ممكن تبسطينا بأي حاجة، أكلة حلوة، ابتسامة حلوة، خش عليه حتى بواحدة صاحبتك حلوة هيفرح قوي، ارقصي له رقصة حلوة، شغالي أكدب عليك واعملي كده اهو كده اهو، بس احنا كليشيه جدا. ده كتالوج الرجالة، صغير فشخ، بيتباع في سمير وعلي، ولو مش عايزة تشتريه موجود PDF. أول صفحة في الكتالوج التافه ده صفحة الصحة، من أهم الصفحات في الكتالوج بكل صراحة وبكل أمانة. أنتوا عندكم صحة أكتر مننا، بسم الله ما شاء الله، يعني عتاولة. موضوع أن الذكر هو الجنس الأقوى ده خداع استراتيجي، مغالطة تاريخية. أنتوا عندكم طاقة أكبر في الخناق، في الجدال، في الشوبينج، في الرخامة، في التآمر حتى. إحنا بنستسلم بسرعة. أكبر دليل بصوا نادية الجندي، كفرت كام جهاز مخابرات في 48 ساعة وفصلوا في الآخر، ادفعوا من السريخ ومشوها. لو كان راجل في مكانها كان إيه اللي حصل؟ أقسم بالله مع أول ألم الفيلم بقى ساعة لربع في إسرائيل. آه إيه، لا خد اعتراف كامل، مش عايز أكمل، خد اعتراف كامل، هبعتولك ميل هكتبه على ورد وهبعتولك. ومحدش عارف أنتوا بقيتوا الجنس الأقوى إمتى بالظبط. هل تعرضتوا لإشعاع نووي؟ معزمين جن؟ المهم ان احنا طاقتنا اقل، وزي ما قلنا قبل كده بنموت بدري. سمعنا تيتا؟ الرجاله بصفه عامه كائن طاقته محدوده، بيحاول يوظف شويه الطاقه دول في الاماكن الصح، شغله، خروجه، قعده حلوه معاكي. انت لو ركزتي هتلاقي اغلب الاماكن دي معاكي، انتوا بتستمتعوا معانا بشويه الطاقه دول، فحاولي توظفيهم صح، يعني في صالحي وفي صالحك وفي الصالح العام. وهي حاجات بسيطة جدا ممكن تحافظي للراجل بيها على طاقته. ما تطلعيش من